التكوينية من خلال برنامج هذا اليوم التحسيسي التكويني المنظم لفائدة المستفيدين من مشروع المشاركة النشطة في الحفاظ على التنوع البيولوجي بجبل كست وتحديد المواد الفلاحية والغابوية في واحات وادي أمان. الأنشطة اللي نسكر الأكتيفيتي كان إنشاء اجتماعات تشاورية بين أعضاء المجلس الإداري والمكتب التنفيذي من بين الأهداف كذلك تكوين 20 فلاح محلي من خلال طريقة الابتكار وتقديم أولى الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على المحيط البري. الحركة تحلو لكن التدخل الأولي يعني تبقى يجب حسن جزيلا مستكينة من كاس الاستعمال يعني ربي رسوح قد هكذا تبقى مزيلا وكذلك كنا فالي مثلا عندي واحد طرفات وصل واحد على شيء هذا مثلا عندنا الواحد يبقز يعني ليش في الأمن فقط بلي متصلة كاملة يعني ليش تدفع العافية وما تمش السيطرة على هذا الوزير راه تبقى تدفع العافية كاملة ماشي بحال إلا كنا دايرين فيها وسط طرقات اللي قسمنا مثلا واحدة أربعة أجزاء وستة أجزاء السلام عليكم تلاتي دونوت ماجي الملكة ضعير قلت مقل مغلاد ناخد دوار نونيل غمس نغصد للتوسكر يات دورة كوينية فمسن المخاطر الحرائق الغابات ليتيلين خصوصا كني غنجمع في الحرائق الغابات غيد أرنسوال في ترقة قلت سنمس أنيل ولا أنامر ولا جدلي هاي تعتبر قيت الواحة اللي توعرفن بزاف غمس نوامل فأرنشكر بزاف الائتلاف المدني المنسقانس اللي كله يدعان باش انه قد نحضر الدورة التكوينية اللي غنستفد توقت الحاجات منهم مانيك كناني نساهم باش ادوري لين كناني تزود الحرائق ديال ربي السلامة هذا غي يحفظ ربي انجاح حزود المسائل حغيد غلوة حياة نغن انيل. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن خدج الهاري الرئيسة التعاونية الفلاحية التفاون والمل أرنشكر أولا الجمعية الائتلاف البيئي اللي خي شرف سميتو ستكون جزاهم الله خيرا وخا أبدا ولكن أول مرة دغن سكرتيني تي الوقاية المدنية لخيرة رجال المطافي سميتو